عشان كده اقول لك من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بشنو؟ بحرمانه. وكذلك انت في العلم لا تتعجل خطوه من خطوات الطريق. يعني دار تبقى شيخ سريع، ده الفهم، تبقى شيخ سريع، تقوم تتجاوز خطوات معينه بدل تقعد وتدرس العلم وكذا طوال، تعمل لك صفحه في الفيسبوك وتكتب فيها اسئله المستفهمين، يلا سؤالك بيجاي، طوال شغال بتفتت الناس. لا 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 لا، كده انت بتحرم بركه العلم. بتحرمها كيف؟ يومك ربطت عمتك وعملت فيه انت خلاص الشيخ، تاني نفسك بتاب عليك كونك تجلس تتعلم، وتاني حتخجل من قول الله اعلم، بتخجل منه، وبتخجل من كونه زول يسألك وما تجاوب، مما يسألك طوال يقول له اي نعم طبعا دي ايوه بتجوز يا زول، بتجوز هاي. شفت العلم ده تدي حقه، حقه انك تقيف في المحطه حقتك، ما تقيف في محطه قدامه، محطتك بس اقيف فيها.